بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله آه إذا خويا التلاميذ أخواتي التلميذات مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي غادي نشوفو فيه إن شاء الله واحد التمرين آه اللي عنده علاقة بلا هو في الأصل ليكزارسيس كيطلب منك تجاوب فقط بلا ولكن فقط من من أجل الاستفادة ومن أجل أننا نتعلم أفكار أخرى زدت لكم سؤال آخر هو أننا نجاوبو على السؤال كذلك باستعمال أن تيب دو ريزولمون اللي هو لا ديجونكسيون ديكا Alors, la question ou l'aske te dit montrée par deux méthodes différentes, par la récurrence ou par la déjonction des cas, montrer que 1 moins 3 plus 5 moins 7 plus 9 plus moins 1 à la puissance n facteur 2n plus 1 égale à moins 1 à la puissance n facteur n plus 1 on avec elle sous elle quel que soit n appartient à n laissez-moi choisir n étoiles, ou ça peut être n étoiles, n égale à 0, ça peut être n quel que soit n appartient à n maintenant idem chez vous la première méthode donc la première méthode donc on va d'abord l'initiation, دونك بور ان ايغال ا زيرو بور ان ايغال ا زيرو اللي هو لو بروميير اليمون فهاد لونسومبل دونك عندنا دابا هاد لا فورميل دابا الاختيار ديال هاد ليكزيرسيس هو باش يكون فرصه باش انك انت تتعلم كيفية التعامل مع دي كيستيون فيهم بحال هاد لي فورميل اما كتلقاها مكتوبه بهاد أو الصيغه اولا كتلقاها مكتوبه باستعمال داك لو سيمبول سيغما صافي دونك انا غنخدم هكذا وفي الاخر ناقش معكم لو بغينا نستعملوا داك لو سامبول سيغما طيب بالمناسبه غاتسمحوا لي نمشي لواحد النقطه وبين قوسين اسمحوا لي بزاف مؤخرا صادفت ان واحد الشخص كيهضر في اوديو مع شي لام في واتساب غير في هذه الايام هذه وانتم تلاميذ ديال الله طالعين الاولى باك سيونس مات مازال دابا الصيف مازال ما دخلتوش الاقسام وما عرفتوش شنو شنو هي سيونس مات بعدا وشنو هو النيفو ديال القرايه وشنو كيتطلب منكم هاد الشعبه والى اخره مازال ما عارفينش عطيتكم الشرح ديال الدرس ديال لوجيك في 8 سوايع ونص سبعة ديال لي فيديو شرح اللي هو معمق مفصل الى اخره إيه؟ للاسف للاسف وهذا شيء مؤسف جدا كنلقى البعض كيخلع التلاميذ كيقول لهم هذاك ديال قسمي راه كيتعمق بزاف وكيعطيكم شي حوايج خصكم تهلا فك عاد ديروهم كاع ماشي دابا ما كاين لا هكداك داك آه اللي مهم هو تفهم الخاصيه وتعرف الامثله كيفاش تطبقها صافي هذا اللي كيقول هذا الكلام للتلاميذ بهذه الطريقه فهذا انا ك انا والله الا كنعتبره يرتكب جريمه في حق التلاميذ خاصة الله مقبلين على العلوم الرياضية كون كان شي واحد عرف العلوم الرياضية يعني قرا وطالع الثانية باك ما غاديش يضحك عليه شي واحد بهاد الهضرة لأن غيكون عارف هو جرب عرف شنو هي سيونس وعرف نيفو الخدمة اللي خاص ولا ولكن باش يجي تيلي مازال ما عارفش ويغلطو ويضيع عليه الخدمة ديالو ويضيع له الخدمة اللي هي مهمة هذا إجرام والله لا إجرام صراحة علاش بالمناسبة مهم قال لهم بأنني أنا كنتعمق معكم في شي حاجة وكنبقى نقول لكم منين جات وشكون أول واحد دارها وعطاهم مثال بالفلسفه قال لهم بحال الفلسفه كتبغي تكتب شي موضوع كتبقى تقول شكون الفيلسوف اللي قال وشنو شنو كلام فارغ جدا ولهذا كنستغل الفرصه وسط الاكزرسيس باش نوجه نصيحه لاي واحد تيتابعني في اليوتيوب ولا المهم تنقول لكم فوالا ردوا البال راه مستوى الشرح المنهجيه اللي اختاريت انا نخدم بها مع التلاميذ هي منهجيه صعيبه عليا بزاف ماشي عليا بوحدي على اي استاذ يعني باش تجي تشرح بالتدقيق وتعمق وتحاول تقول توصل الافكار بطريقه سلسه يفهموها التلاميذ وتهضر بواحد الطريقه فيها تحليل وفي... راه شي حاجه صعيبه ومتعبه جدا الرو انا علاش اختاريت الحاجه الصعيبه لان فيها فائده للتلميذ اولا وثانيا لان الحمد لله عندي الوسائل باش ن... باش نقدم هذه بها... بها... الطريقه هذه ف... فلا يعقل ان واحد الحاجه انا غندير فيها مجهود وتماره وهي ما غتكونش مفيده للتلاميذ وضروريه راه راه كنخدموا مع العلوم الرياضيه هنا ماشي مع ديسونس اكس ولا لا الخدمه راه محطوطه في بلاصتها والناس الحمد لله اللي كيعرفوا راه كيقدروا الخدمه بقيمتها غير هو كاينين شي وحدين اللي لاهداف دنيئه ومن باب الترويج لعروض اخرى الدعم طال المهم فهم كيلجؤوا لهاد الاساليب الدنيئه ديال التشويش فلهذا ردوا البال نرد عليكم الخدمه ديال العلوم الرياضيه هو هادشي اللي كندير معاكم بل الا لقيتو شي حاجه اكثر من هاد العمق هذا العمق وهذا التفاصيل راه مزيان علاش قلت لكم هاد دابا في هاد الفيديو انا ما كنتش ناوي في الاول كاع نهضر في هادشي لانني هالا دابا غنستعمل نفس المنهجيه راه شتي هاد ليكزيرسيس كان ممكن نخدمو معكم في 10 دقائق و10 دقائق غنكون طولت غندير واحد الخدمه ستاندار يعني غادي نجي لينيسياسيون بوغ ان ايكالا زيرو فوالا شنو عندي ياك غادي نلقى بي دو زيرو فغي غادي نجي لغيديتي ثم في الاخر غادي ندير لا كونكليزيون سريت الجواب وحتى داك السؤال اللي قلت لكم انا زدتو من عندي ديال لا ديجونكسيون ديكا ما غنديروش اسيدي كاع دونك غادي نتسمى خدمت معاك ليكزيرسيس ساليت الفيديو غنقول لك بسلام عليك انت غادي يعجبك الحال غتقول اه داك البروفيسور قاسم يخدم معايا ولكن انا بغيت نعاونك فهمتي بغيت نعطيك شي حاجه تحرك فيها دماغك شويه من الاول الهضره وشحال كنقول يعني قلت لك انا نخدم معاك وشويه غنناقش معاك هادي بالرمز ديال سيغما وشويه غادي ندير معاك لا ديجونكسيون ديكا وحنا غاديين وزيد وزيد ولا بانت لي وصدك شي شي افكار وداك غنطرق ليهم بانت لي شي ملاحظات غنهضر عليهم فشوف الكم ديال المعلومات اللي كنحاول نوصل لك من خلال هذا النقاش وهذا التعمق فمن طبيعه الحال هذا ما يمكن الا يكون انه مفيد فلهذا الله يرضي عليكم ما تتيحوش الفرصه لشي حد آه يلعب بكم وبتفكيركم وخاصه ان هذا كنسميه كلمه اجرام راه ماشي كلمه اكثر من القياس لا راه اجرام يعني نخرج على المستقبل ديال التلميذ باش توجهوا انت لواحد الاتجاه اللي هو ماشي في مصلحته بينما واحد الخدمه اللي في مصلحته تتهربوا عليها بهذاك الاسلوب هكا التافه هذه مصيبه دونك بوغ ان ايغال زيرو شوف التعامل مع هذه لا فورمول شوف معايا هو اولا هاد الاعداد يعني ابارتير من هاد 3 5 6 وانت غادي هادو غير تيتكتبو من باب المساعده للتلميذ او نورمالمون شنو خصو يكون خصو يكون ا بلس دي بوان وهنا غيبينوا لك فقط لا فورمول شنو هي بحيث انك الا عوضتي لينا ان بالعنصر الاول اللي كاين اللي هو زيرو الا عوضتي كيعطيك هذا نيت لاحظ بوغ ان ايغال زيرو كتجيك موان زين بويسونس زيرو هي أ وهنا فوا أ اللي هي أ فهمتي ولكن هادوك تكتبو من باب المساعدة يعني بوغ إن إيكال أ كتعطيك موان تروا بوغ إن إيكال دو كتعطيك سانك المهم دونك بوغ إن إيكال زيرو غنرجع نتعامل كأن هادو مكاينينش يعني كناخد العنصر الأول وكنجي لهاد لافورميل كنعوض فيها إن بزيرو دونك شنو غادي ندير غندير ان بلوس موان زين بويسونس زيرو ماشي بليس نورمال سمحوا لي انا خديت ان وقلت غنعوض لا هو غادي نجي وغنعوض في هذه يعني بحال غادي ناخذ ان مو هذه بليس وغنعوض هذه بزيرو ملي غنعوضها بزيرو غتجيني هي ان نفسها يعني غناخذ غير الان بوحدو شي بغيت نقصد زعما يعني غناخذ ان اللي هو ماذا اللي هو موان زان زي بويسونس زيرو باش نوضحها اكثر كاع فاكتور دو فوا زيرو بلوس ان راه هادي راه هي هاد لا فورمول موان 3 راه هي ماذا هي موان زان على بيسونس 1 فاكتور 2 فوا 1 بلس 1 يعني راه بحال عندك هاد, هاد لا فورميل معاوده في هادي وفي هادي وفي هادي غير هما حسبوهم لك كل وحده شحال كتساوي دونك انت فاش كتجي تاخذ بوغ ان ايكال 0 كتاخذ لا بروميير فورميل يعني غتبدا في الحاله ديال ان ايكال زيرو وغتحبس في 0 دونك تتلقى هاد لا بوحدها دونك هادي ايكال ا

Quatre heures de la proposition N. Voilà Donc, d'abord, hérédité. Parce que nous savons bien que la rédaction n'est pas de la fin de la fin de la Mais qu'est-ce On suppose, quel que soit N, là, qu'est-ce que c'est Soit N appartient à N. On suppose. Que 1 moins 3 plus 5 plus des points moins 1 puissance n facteur 2n plus 1 est égal à moins 1 puissance n facteur n plus 1. Montrons que montrons p de n plus 1 yannick 1 Moins 3, on le un peu pour qu'on l'espace 1 moins 3 plus 5 plus moins 1 puissance n plus 1 facteur 2n plus 2 plus 1, y a 2n plus 3. Est égal à moins 1 puissance n plus 1 facteur n plus 1 plus 1, plus 2. D'accord Donc, on va voir d'abord cette égalité-là. مزيان هنا التعامل مع هاد لي سوم او حتى الا كانت بداك لو سيمبول سيغما انت كتعوض ان بلاص ان كتعوضها بان بلس ان ولكن طبيعه الحال كتعوضها اونت بارونتيز بحال دابا هنا راه كدير دو فاكتور ان بلس ان وعاد عندك هاد بلس ان اللي في الاخير كتعطيك دوزيام بلس 3 المهم دابا هاد لو تيرم هذا في هاد لا سوم اللي عندي هنا فيها دي بوين من اهم المراحل ديال هاد النوع ديال لي زيكزيرسيس هو تحدد لي شكون هو لو تيرم لي سابقو يعني من تيرم لتيرم فهاد لاسوم من تيرم لتيرم شنو اللي كيتغير اللي كيتغير هو داك الان في هذيك لا فورمول اللي هي على شكل موان على لابيسونس ان فاكتور دو زين بلس ان من هاد لو تيرم لهداك اللي قبل منه تتكون نفس لا فورمول غير هو ان كنقص منه واحد اذا باش نعاود نرجع نعرف راسي اشمن من تيرم عندي هنا بالضبط غادي نشد هاد لا فورمول ونعوض فيها ان بواحد Donc, on a. Donc, 1 moins 3 plus 5 plus. Euh moins 1 puissance n plus 1 facteur 2n plus 3. 1, 1, moins 3 plus 5 plus des points plus. Le terme, il kada à moins 1. Donc, il est à la puissance n. فاكتور بحال غترجع لديك لا فورمول اللي كانت قبيله 2 بلس 1 فهم وعاد عندك هذا اللي كاين دونك 1 بلس 1 فاكتور 2 بلس 3 هاد لا سوم هادي دابري لي بوتيز دو ريكورونس فهي كتساوي لينا داك القيمه اللي كتبنا دونك ايغال موان 1 على بوسونس ان فاكتور أه، ن بلس 1 آه. ياك ثم بلس موان على بيسونس آه. فاكتور دو وهنا ضروري واحد المرحلة نحاول يعني غنحاول نديرها بلون اخر ضروري تنأكد عليها كتقول كاغ كاغ دابخي L'hypothèse de récurrence de récurrence à ce la 1 moins 3 plus 5 plus plus moins 1 à la puissance n facteur 2n plus 1 est égal à moins 1 à la puissance n facteur n plus 1. Donc, c'est ce que je وهذه شي هذه مرحله راه اساسيه في لا ريكورونس ضروري خصني ندير نذكرها دونك نكمل الحساب ديالي هنا صافي دابا تيبقى غير التبسيط ديال هذه كنشوف راسي فين خصني نوصل في الاخر خصني نلقى موان موانزا على لا بيسونس ان بلس 1 فوا شي حاجه الوغ دونك غادي نعمل بموانزا على لا بيسونس ان بلس ان طبيعه الحال هنا واحد الملاحظات موانزا على لا بيسونس ان هي موانزا على لا بيسونس ان فوا فوا موان زان فوا موان زان بمعنى غادي ندير هنا بلوس ان آه وغادي نضرب فوا موان زان بمعنى اخر غتولي هي في الاخير بحال كنقول لك موان زان على بوسونس ان بلوس دو واللي هي موان زان على بوسونس ان فوا موان زان او كاري اللي هي ان يعني بحال ما درنا والو ضربنا في واحد بمعنى نقدرو نلعبو بلي بويسونس بشكل اللي بغينا بحكم ان عندي هنا موان زان صافي في, في الاساس دونك موان زان على بويسونس ان غادي نردها هي موانزا فوا موانزا على بيسونس ان بلوس ان فاكتور ان, ان. والاخرى كما هي الحال درتها هكدا باش يولي الفاكتور كوما. نعمل بيه وهنا دوزين بلوس تروا ايكال موانزا على بيسونس ان, ان فاكتور اذا هنا غتبقى ولكن هنا غتبقى موان moins n moins 1. Donc c'est moins 1 à la puissance n plus 1 facteur n plus 2. C'est le résultat. عليه, Donc, lorsque vous avez un peu faire la conclusion. Donc, d'après Le raisonnement par la récurrence. Quel que soit n, appartient à n. Donc 1 moins 3 plus 5 plus des points moins à l'absence n facteur 2n plus 1. تتكون من 1 à la puissance n facteur n plus 1. هو راه ça. ولكن بحال بغيت تقول تنخدم مع شي واحد اللي باقي ما عنده مشكل مع سيغما ومع لي vous هكذا هذا النوع صافي كنا لو كنا خدامين ندير معاكم ندير معكم ديك الاخرى ديال لا ديجونكسيون <applause> دونك نعبروا عليها بسيغما هاد لا هذه اللي هي Plus moins 1 puissance n facteur 2n plus 1, 4 ça oui. Pour le basse à sigma, on va dire que la formule hadinit, Donc, est Donc c'est moins 1 puissance k facteur 2k plus 1, k varie 2, le Akbar indice, n. ولكن القيمة اللي كيبدا منها كا شنو هي كتشوف شنو هي القيمة اللي كتعوضها في ان باش تعطيك العنصر الأول اللي هو واحد دونك اللي كنعوضو ان هو زيرو باش يعطيني هاد لافورمي كتساوي ليا واحد صافي إذا سيغما دو كا إيكالا زيرو جوست كا ديال تعبير ان ديال هاد التعبير هذا مزيان إذا تنطلب منك تبين أن هاد سيغما كتساوي موان زان بيسونس ان فاكتور ان بلوس ان مزيان دونك غادي تمشي دابا أه دير غادي دير لينيسياسيون بور ان إيكالا زيرو بوغ ان ايكال زيرو غنختصر معكم في الكتابة دونك ان ايكال زيرو كتولي عندك سيغما دو كا زيرو زيرو ديال أن بويسونس كا فاكتور دو كا بلس ان هادي راه 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 سوم اللي فيها ان سول علاش لان كا كيتغير من زيرو لزيرو دونك ياخذ واحد لا وحده اللي هي زيرو يعني غتكتب هادي وتعوض فيها كا بزيرو بكل بساطه دونك ان Pour n égale à 0. C'est égal à 1. Et puis, le sigma est pour n égale à 0, donc P2 est vrai. D'abord, l'hérédité. L'hypothèse que nous avons soit n appartient à n, on suppose que sigma k égale à 0 jusqu'à n de moins 1 puissance k facteur 2k plus 1 est égal à moins 1 puissance n facteur n plus 1. Donc, c'est l'hypothèse de récurrence. غادي نقولو مونطخون كو هاد ديمونستراسيون لي غنديرو على أن سيغما كا إيكال زيرو لاحظ فين ما شي إن فهاد الشي كامل فين ما شي إن غنعوضها بان بلس أن إذا كا إيكال زيرو جوسكا جوسكا إن بلس أن ديال موان زان بليسونس كا فاكتور دو كا بلس أن بطبيعة الحال بعد المرات كيكون عندك شي سيغما هو هاد لو تيرم راه بطبيعة الحال ديبون دو كا

هذه راها ستين صوم لاحظ معايا ستين صوم ياك سيغما راها ستين صوم شنو فيها فيها بزاف ديال لي تيرم تيتكتبو على هذا الشكل دونك كاين لو برومي تيرم لو دوزيام تيرم لو ترويزيام تيرم وانت غادي شنو الفرق ما بين هاد لي تيرم هادو الفرق بيناتهم هو ان الاول كتعوض فيه ك بزيرو الثاني كتعوض فيه ك بواحد يعني كتبقى غادي بالتتابع من زيرو واحد جوج حتى لان بلس ان ياك يعني لو ديرني تيرم شنو كيكون فيه تتكون فيه نفس هاد لا فورمول وكتعوض فيها كاب ماذا كتعوض فيها كاب ان بلس ان شنو هو لو اللي قبل هذا الاخر وهو واحد التعبير فيه نفس هذا الفورميل غير هو كنعوضو فيها كا ب علاش لان ان هي اللي تبقى ان بلس ان فداك الترتيب وبالتالي شديت دابا سيغما دابا غير بعقلي دابا ما, ما كتبتهاش غير بعقلي شديتها وفككتها على الشكل سوم ديال هاد لي تيرم كاملين شويه غادي نعاود نجمعها ولكن شنو غندير انا نعزل هذا هادلأ بوحدو هذا الاخر خليه بوحدو يعني غتولي عندي سيغما بور كا ايغالا زيرو حتى الفين حتى ل ان وهذه غنكتبها بوحدها علاش بغيت نرجع حتى ل ان باش نستعمل لي بوتيز دو ريكيرونس ها هي اللي فيها غير من زيرو حتى ل ان باش نعتمد عليها راه نفس الخدمه اللي درنا قبيله غير هنا في لا ريداكسيون كتخصك دقق في الكتابه وتكون فاهم اش كتكتب راه كاين شي تلام مازال خايفين من سيغما بينما الامر راه عادي الوغ شنو غادي تقول ليهم انت هاد سيغما هادي تو سامبلومون هي سيغما كا ايغالا زيرو جوسكا ان

ايوا دابري لي بوتيز دو ريكيرونس هادي راه قلت لي شحال كتساوي دونك هي موان زان بويسونس ان فاكتور ان بلس ان بلس, بلس هادشي هذا اللي غتكمل فيه بنفس الخطوات اللي درنا قبيله باش تلقى في الاخير النتيجه المطلوبه مزيان دونك هادشي بلا ريكيرونس وحنا خدمنا على سالا كنستعمل رمز سيغما نشوفوا دابا لا دوزيام ميثود لا ديجونكسيون دي, دي كا كي اللي غادي يفكر في الاول تبان له كيفاش هاد ديجونكسيون دي فين غنديرها علاش نو هو المقصود هو انك تحسب دي ديك لا سوم ديريكتومون ياك ولكن بالاعتماد على دي سوم ايزويل كاينين دي سوم كنعرفوهم بحال مثلا 1 2 3 حتى ل ان فهادي كتعطينا ان فاكتور ان 1 سور 2 في لا ريكورونس في الاول كاع في الكور وهذا كتقدر ديرها مع الاستاذ فنسي.

فاكتور دو زين بلس ان حنا في الاخر خصنا نلقاو هاديك موان زان بيسونس ان بلس ان فاكتور ان بلس ان واقيلا هاك نعاود نشوف راه كنسى واحد شويه هنايا اه صافي خصنا نلقاو ديك واخا مزيان دونك هنا شنو شنو اول ملاحظه بعدا بي باش تحاول تحسب هاد لاسوم بوحدك الملاحظة ولا الإشكال الأول هو أن أنت عندك دوك لي بلوس اللي كتعرف ولكن هنا عندك وحدين فيهم بلوس وحدين فيهم موا وهنا غتخصها نورمالمون تجيك أول ملاحظة كتقول علاش ما نجمعش هادوك فيهم بلوس بوحدهم واللي فيهم الموا بوحدهم ونشوف أه نسيت واحد القضية كاين شي حد فيكم غيفكر غيقول بلاتي أنا نحسب هكذا غنقول أن آه موان تروا كتعطيني موان دو سانك موان سات كتعطيني موان دو ياك واخا سانك موان سات تعطيني موان دو 9 شنو غتكون موراها غادي كنزيدو بجوج غير مره بلس مره مو غتكون موين 11 نورمالمون هنايا ياك عطاتني موين 2 ها, مو ها كاين واحد اخر اللي غايقول لي بلاتي نحسب انا غير شحال عندي من موين 2 فهاد لاسوم وحتى هذا جواب غير هو داك الجواب مهم حيت فيه ديك لي بوين ما غاديش تحلتي بحال غتناقشي المهم ما غتهضرش على داكشي اللي الوسط ما تقاش متبع كلشي نتا فين يجي كيفاش دونك هذه كملاحظه ممكن تلاحظ ولكن نشوفوا طريقه افضل بلاتي حنا قلنا بغينا موان زان بيسونس ان فاكتور ان بلس ان آه دونك ديك موان دو موان دو في الاخر ما غاتعطيكش هاد لا فورميل هادي آه حيت هاديك موان دو غاتجينا موان دو فوا فوا واحد العدد ديال المرات دونك ما خداماش حتى هاد الملاحظة المهم صافي حتى هاد الملاحظة تيغ ما غاتوحل داكشي لي فيه لي بوان و هادشي لاخر مهم. دونك شنو غنبنا غنديرو في الاول غادي نحاولوا نجمعوا لي فيهم لي بلس بوحدهم لي فيهم مو بوحدهم الطريقه تاع دونك تتولي عندي هي 1 5 9 بلس ولكن بلا تنتفاهموا ملي انا غادي نجمع هادوك اللي فيهم غير البلس وفين غنوحل غنوحل شكون هو لو ديرنيي تيرم في هادوك اللي فيهم البلس وعاد من موراهم ندير موا تروا موا سات موا اونز ياك وحنا غادي موا حتى الموا لو ديغني تيغم عاوتاني من هادوك اللي فيهم الموا فين غنوحلو دابا حنا غادي نوحلو في هذا موا نزا على بيسونس ان حنا ما عارفينوش واش غيعطيني بلس ولا غيعطيني موا باش نعرف هاد التعبير هذا واش غندخلو مع اللي فيهم بلس ولا مع اللي فيهم الموا وهنا كتجي الفكره ديال لا ديجونكسيون دي كا كنقول بلاتي باش نناقش هاد 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 المجموع شحال كيساوي غادي نناقشه سويفون لا باريتي دو ان سي ان اي بير سي ان اي ام بير واذا غادي نمشيو على هاد الاساس دونك لاحظ ها هو عاوتاني الطريقه الاخرى في الخدمه اللي كندير مع الكلام غير باش تعرفوا كيف ما قلت لكم بعض ال... انا صراحه شي حوايج كيطلعوا لي الدم والله العظيم لان عارف راسي تمر اللي كنضرب والمجهود اللي كندير والاهداف اللي هي نبيله صراحه في هذا الشيء اللي في الوقت اللي كتجي واحد ساهل عنده جمله واحده يقدر يقولها يخلع بها التلامذه وصافي وكحز اللور يعني لاحظ اكزاسيس ماشي كنجي نعطيك جواب انا ماشي كتاب ماشي كتاب ديال تمارين وحلول نجي نقول لك فوالا الجواب بدنا نكتب وانا واحد العقل كيهضر معاك تيناقش معاك باش تفكر تعلم كيفاش تفكر دونك لاحظ غادي معاك ايتاب بار ايتاب بواحد بواحد التحليل وواحد التفكير اللي هو منطقي ومتسلسل وتنكتشف معاك ها شنو الجواب اللي خصو يدار ماشي نجي من الاول غنقول لك اه هذه باش نحسبوها بلا دي جونكسيون ديكا غنمشيو سويفون لا باريتي دو ان غنديرو سي ان اي بير ونكتبو ونبدا نكتب لك الجواب سي ان اي ان بير وانت في الاخر غتسالي اش غتقول اه فهمت هاد التمرين كيتجاوب عليه بهاد الطريقه وعلاش الاستاذ فكر في ديك الطريقه بالضبط كي دارت بانت له الله اعلم اذا انت شنو غتولي كدير من بعد انت اولا غتقول راني فهمت لان انت تلميذ مازال ما كتنيش حيت عطيتك جواب غتقول فهمتو راه فهمتو اش دار تما يعني باش ينفعك شنو خصك دير خصك نهار الامتحان تلقى نفس التمرين عاد غتقول استفدت تبدل شي حاجه هكذا ولا هكذا ومطلوب منك انت اللي تفكر بوحدك غتوحل الو شنو هو الفائده الفائده هو نعلمك انت كيفاش تفكر هذه هي اللي غنسميوها دابا خدمه المهم على كل حسب حلي راح تطلع لي الدم لان هادشي سمعته مؤخرا شي حاجه كت كنت بلاصتي غتفهموه على كل حال واخا Donc, on a fait un défi selon la parité de n. Vas-y. Il y Donc, soit n appartient à n. Donc, le premier cas. Si n est pair, alors. Il existe P appartient à N tel que N est égal à 2 fois P. Alors, dans ce cas, je vais dit 1 moins 3 plus 5 moins 7 plus 9 moins 1 puissance N facteur 2n plus 1.

n moins 1 à la puissance n moins 1, facteur 2 fois n moins 1, plus 2. Il y a 2n moins 2, plus 1. Donc 2n moins 1. 2n moins 1. Donc, on va faire n 2 pi. On va mettre le Il n'y a qu'un n supérieur ou égal à 1. Maintenant, on va faire comme ça. On va faire la formule. Donc, on va faire tous les 1 moins 3 plus 5 moins 7 plus 9 plus des points donc à discuter moins 1 à la puissance 2p moins 1 et là, à tous les 4p moins 1 <coughs> euh, à tous les 4p moins 1 monde plus <coughs> هنا باش ما يكونش المشكل المهم هو ما يكونش مشكل في حقه حيت بو بي ايكال زيرو كتبان بحال راه كاين مشكل هنا ولكن حنا اصلا ملي وصلنا هنا وكتبنا هذه الاعداد يعني غنقصوا انا بي كبيره شويه حنا كنوضحوا لا فورميل غير ما باش ما نخدمش بطريقه قاصحه الا جيت ما نوضحش لا فورميل بهكذا غتجيكم قاصحه نتوما دونك انا باش نبسط لكم الفكره دونك لاحظ هذا راه ان بير يعني موانزا على بيسونس ان نومبر ان بير كتعطينا موانزا يعني ندير موانزا نيشان هنايا

هذا دابا بي و لازم بلاتي منزربش معاك معك في هادي بلاتي نديرو بعدا مو وهذوك نديرو اونطغ بارونتيز باش نعمل بموان مو دونك عندي 3 7 11 ياك بلوس حتى لهنا غادي فيها في عملات قال لي 4 بي موانزا يعني اللي بغيتك تلاحظ ان هاد لو تيرم هذا وهذا وهذا كلهم راه تيكتبو على شكل هاد لا هادي غير هو شنو واقع باش حصلنا على الواحد راه جينا ل بي 1 عوضنا فيها بي بزيرو وباش حصلنا على 5 راه جينا لهادي عوضنا فيها بي بواحد باش حصلنا على الاف بي عوضنا ب 2 يعني هادي شنو هي في الحقيقه راه هي 2 فوا 1 2 1. فوا عفوا في 2 4

تلا لينا دونك بحال عوضنا بي بواحد ما عوضناش بزيرو في هذه زيرو عوضنا في شي حاجه اخرى دونك 4 فوا 1 موان 1 باش عطاتنا 3 بلس باش تعطينا 7 هي 4 فوا 2 موان 1 بلس وحنا غاديين حتى ل 4 فوا بي موان 1 اش غادي ندير دابا لاحظ معايا غادي نجمع هادو بحال غنعمل بهادوك اللي فيهم 4 4 fois 0, 4 fois 1, 4 fois 2, on a même le 4. Donc là, on a 4 facteurs. 0 plus 1, plus 2, plus 3, on a raisonné plus P. Tu vois que 1 plus 1, plus 1, plus 1. Il y a plus 1, je vais dire le mot. Donc c'est plus 1, plus 1, je ne le C'est le nombre de, plus 1, plus, de, de fois. Ah, idéal qui fait que je ne vais pas dire le nombre de fois.

دونك شنو غتعطيني هي بي بلس ا اه فوا واحد اللي هي بي بلس ا اه. ومن بعد نديروها موان هنا نفس القضية عاوتاني غادي نعمل فوا باغ كاطخ إذا غتجيني أن بلوس دو بلوس تروا حتى لبلوس بي غير شنو عندي دابا هنا عندي موان زا موان زا موان زا واحد عدد ديال المرات نخلي لي بارونتيز برا باش منخطاش في الموان موان زا شحال هو لو نونبر دو تيرم هنايا يعني. بنفس المنطق غير هو لاحظ معايا هنا بي هنا بي وهنا, بي وهنا واحد اذا غندير بي موان 1 بلس 1 ديما كندير بلس 1 فاش كنحسب لو نونبر دو تيرم هذا ناقص هذا بلس 1 اللي هي كتعطينا بي اذا بي فوا دونك كيساوي 4 فوا 0 راه 0 1 بلس 2 بلس بي هو ماذا ؟ بي فاكتور بي بلس 1 سور دو <applause> بلس هنا غتكون بي بلس ان موان كاتر فوا عاوتاني هادي هادي بلا ما كنحسبها كنخسر خسارة في الحقيقة ماشي مشكل كتبسها كتبسها غندير بي فاكتور بي بلس ان سور دو حتى تختازل هادي مع هادشي وهنا لاحظ موان زان موان زان زا زا بي ديال المرات هي موان بي دونك في الاخير شنو كتجينا ناتي مو مع المو غتولي بلس بي غتجينا هي دو بي بلس ان وشنو هي دو بي بلس ان حيت خصني نشوف النتيجة اللي باغي نوصل لها انا باغي نلقى في الاخر نلقى موان زا على بيسونس ان فاكتور ان بلس ان غير انا خصني نلقاها في هاد لو بخومي كاد ديال ان ان ايكال دو بي اذا لاحظ دو بي بلس ان لقيتها خصني نلاحظ بان حداها راه كاينة موان زا على بيسونس دو بي فاكتور دو بي بلس ان Ou de pair à il y a n. Il y a puissance père donc moins 1 puissance de P, il y a 1. Donc, c'est le cas moins 1 à la puissance n, facteur n plus 1. Donc, il y a dit, il y le premier cas. Le deuxième cas si n est impair. دونك il existe au moins p appartient à n tel que n est égal à 2p 1 وهذه que المراحل تكمل هادشي هنا غتسائل بنت تقول لي استاذ لا راه اسهل من من هاد لدي جنكسون, لدي جنكسون درنا. هنا غنقول لك شوف كاين فرق ما بين انك انت تلميذ كتجاوب على واحد السؤال وكتختار الطريقه الاسهل وما بين ان استاذ غيطرح عليك سؤال الاستاذ ملي كيطرح عليك سؤال راه بعض المرات كيبغيك تخدم واحد السؤال بعدة طرق باش انت تدرب على هادوك لي تيب دو ريزونمون وتعلم مجموعة الافكار فلهذا تبع الاستاذ في الهضره ديالو بدون دوك التساؤلات اللي كتكون ما ماشي في محلها فهمتي لان عارف بحال هاد النوع واه لك معقده دونك الاخرى اسهل علاش انا راسي لا راه حنا سيونس مات راه هاد التعقيد خصنا نعرفو نتعاملو معاه لان كيكون في الامتحان كيفرضو عليك واحد النوع من الاسئله فهمتي مثلا وادي هادي كطرا تيكون عندك شي امور سابقه وتيجي لك واحد السؤال رقم خمسة وتيوك ديدوير كو يعني لو لقى لي شي نتيجه ولكن في ديدوير اون ديدوير يعني داك الشيء خصك تجاوب عليه اه ولكن بالاعتماد على ما سبق واش فهمتي بعد المره تيوجهوك وتيفرضوا عليك الطريقه اللي غتمشي بها في الجواب او بحال مثلا دابا في درس ديال لوجيك تيفرض عليك داك لو تيب دو فيزونمون اللي خصك تستعمل فلهذا تنحاولوا ندربوا على كاع الامور اللي هي مهمه ماشي غرضي دابا في ليكزيرسيس ماشي غرضي هو نلقى معاك اسهل طريقه للليكزيرسيس غرضي هو ندربك ونعطيك من مجموعه ديال المعلومات وتستافد منهم على كل حال تنظر راكم زعما راكم قادرين انكم تكملوا هادشي اللي بقى في هاد لو دوزيام كا وفي الاخر كتخرجوا بواحد لا كونكليزيون كونكوا انه كيل كو سوا ان ابارتيان ان هذيك لا سوم كتساوي لو موان ان بيسونس ان فاكتور ان بلس ان وكنتمنى انا كنت تكونوا من هذا الشرح هذا والتقي ان شاء الله في فيديو اخر مع اكزرسيس اخر باذن الله يلا عنكم الله والسلام عليكم ورحمه الله